كل مره بيبقى فيه ملف اهم من اللي قبليه حقيقي. النهارده زي ما انا بتكلم، لا ملف الشعر والبشره مفيش امراه ولا فتاه ولا جده ولا زوجه ولا ام ولا اي حد ما بيهتمش بيه، وللاسف الشديد يعني ناس كتير كمان بتعاني من هذا الامر. فنبدا بقى كده اصلا من اصل المشكله، هو ليه اصلا البعض مننا بيعاني من مشكله في تساقط الشعر والبشره اللي هي بتبقى مش صحيه، شكلها مش صحي؟ فعلا الشعر مهم جدا لكل الستات زي ما قلتي، وفي جميع الاعمار الشعر تاج المراه يعني. فطول الوقت احنا عايزين شعرنا يبقى كويس، بشرتنا تبقى كويسه. يمكن من اكبر المشاكل اللي احنا بنعاني منها بشره شحبه، شعر بيتساقط. ايه المشكله؟ المشكله في نقص الفيتامينز والمعادن مع عوامل خارجيه. اوكي. فمهم جدا ان احنا ندعم بشرتنا او ندعم شعرنا بالفيتامينز والمعادن اللي تقدر تقوي الشعر وتمنع تساقطه، ويفضل الشعر في لمعان وبهجة على طول. حلو جدا. هو اصلا علشان نوصل لده لازم بقى نتبع اجراءات معينه قبلها. يعني ممكن واحده مثلا، انا من الناس على فكره اللي اوقات كتير جدا شعري بصراحه تلاقي نص واقع. ايوه. وخصوصا بتشتغلي في الميديا، بتشتغلي في السينما، بتشتغلي في يعني في مهن معينه بتفرض عليكي كل يوم تعملي شعرك، لا ده بيبقى كارثه. دي مصيبه مش كارثه. فيعني مصيبة. طب الحل ايه؟ خلينا نمسك الموضوع. هي مشاكل تساقط الشعر كتيره جدا. يمكن من اهم المشاكل اللي قلتي عليها نهاوند ان احنا بنضطر نعمل شعرنا كتير، الحراره والسشوار والبيبيليس، انت بتعلي الحراره على انسجه حيه، على خلايا حيه فبتموت. الاسترس اللي احنا عايشين فيه، الاسترس كارثه، لان الاسترس بيعلي لي الكورتيزون وبيوقع الشعر. عندك الشامبوهات اللي بتستخدم اللي فيها بارابين وفيها سلفيت وفيها فورمالين، دي كارثه. عندك ان احنا بنضطر نغسل شعرنا كل يوم، دي كارثه. لازم الشعر ما يتغسلش غير على الاقل مرتين في الاسبوع. مرتين فقط؟ فقط، لان الشعر محتاج زيوت يعني انت بعد يومين بيبتدي يطلع زيوت، فالشعر محتاجها. اوكي. الاكل اللي فيه سكريات والحاجات دي كلها بتوقع الشعر. فمع قله، ودي اهم حاجه، قله الاملاح والاملاح المعدنيه والمعادن والفيتامينز اللي موجودين في قلب مالتي فيت، المكمل الغذائي. اعتقد ان هيعمل رواج كبير جدا هذا المكمل. اعتقد انه هيبقى من اقوى المكملات لصحه الشعر والبشره وكمان المناعه والطاقه والوقايه من امراض كتيره جدا. لا كلميني تفصيل اكتر بقى عن الفيتامين ده، لان اعتقد انا نفسي هشتريه. لا بجد يعني اول حاجه احنا بنستمد مفروض الفيتامينز من الاكل بتاعنا. ما كانش كافي نلجا لفيتامينز. طيب طبعا. ايه بقى يعني لو تقدري تقولي لنا اكتر عن البرودكت ده تفاصيل، لان محتاجه انا نفسي اعرف يعني بصراحه. طبعا هو اكيد لا غنى عن الاكل الصحي برضو مع المكمل الغذائي الالب مالتي فيت. الالب مالتي فيت ليه بقول ان هو هيبقى من اقوى المكملات الغذائيه؟ لانه في كذا فيتامين مهمين جدا. أوكي. لكل حاجه، للراجل وللست. وفي معادن، من اهم الفيتامينز المهمه جدا للشعر فيتامين بي كومبلكس. بي كومبلكس، كل عائله فيتامين بي. اوكي. طبعا احنا بنخص بالبيوتين، لان البيوتين من اهم الفيتامينات. البيوتين هو فيتامين بي 7، هو من اهم الفيتامينز لصحه الشعر وعدم تساقط الشعر ولمعان الشعر، والشعر ما يقصفش. يمكن لو هتكلم على مراحل نمو الشعر، هي ثلاث مراحل. الأناجين اللي هي بتبقى تحت، اللي هي وقت البصيلة ما بتطلع، دي بتقعد سنتين ثلاثة، وبتقعد في مرحلة الكاتاجين من أسبوعين لغاية ما تطلع، وآخر حاجة في الشعراية، أضعف حاجة في الشعراية اللي احنا شايفينها دي. أوكي. المفروض أن الشعراية دي بتقعد ثلاث شهور وبتقع، والفوليك الهير فوليكل بتنتج شعر تاني. فالهير فوليكل فيها بلات فيسلز، فيها اوعيه دمويه، لازم نغذي الاوعيه الدمويه بالب مالتي فيت وبالبروتينات اللي احنا بناكلها، اللي هي اللحمه او البيض او اي بروتينز، وبالحديد. مهم جدا الحديد. يبقى الشعر عايز الفيتامينز اللي جواه، زي فيتامين سي، فيتامين اي، زي فيتامين بي كومبلكس. لو اتكلمت على البيوتين، الفيتامين بي 12 الكوبالامين. أوكي. فيتامين بي 12 مهم جدا، لانه هو اللي بيصنع كرات الدم الحمراء. أوكي. فمعنى كده انك انت مش هتعاني من فقر دم مع الحديد. حلو قوي. مهم جدا الزنك للشعر. الزنك صح. من اهم المعادن اللي مهمه جدا للشعر. عندك ايه كمان داخل فيتامين
داخل قلب مالتي فيت عندك النحاس. في ناس كتير مش عارفه ان الكابر مهم جدا. انا ما اعرفش كنت النحاس يعني مهم. الزنك بس اول مره اعرف الكابر. الكابر مع الزنك بيمنع الشيب. يمكن بتلاقي بنات وشباب في سن صغير، لان هو طبعا للسيدات وللرجال، البنات والشباب في سن صغير شعرهم بيبيض بسرعه، صح، بيفقدوا صبغه الميلانين. انا عندي زنك ونحاس هياخر جدا جدا قصه الشيب الشعر. اوكي ده لاي سن يا دكتور دينا؟ طبعا قلب مالتي فيت لاي سن، كويس قوي. ابتداء من 13 سنه نقدر نستخدمه. السيده الحامل تقدر تستخدمه امن جدا، لكن ممكن السيده الحامل الدكتور يقول لها مثلا محتاجه تركيز اعلى، بتستشير الطبيب. لكن كل الفئات سيدات رجال يقدروا يستخدموه. طبعا عبوه مالتي قلب مالتي فيت هم 30 قرص، هيكفوا شهر، امن جدا وواخد ترخيص هيئه سلامه الغذاء. أوكي. وموجود في جميع الصيدليات، وده يديكي امان انك انت تشتري مكمل غذائي مرخص، محدش ياخد مكمل غذائي مش عارفين مصدره، وموجود في الصيدليه، فانت كده عندك الامان 100% انك انت تقدري تستخدميه. وطبعا سعره حلو جدا، لازم اقول ان سعره مناسب لكل فئات المجتمع، الغني والفقير. عارفه انا مبسوطه ليه؟ لان بنعمل فقرات طبيه وبعدين ما بننوهش عن الادويه. النهارده بقى والناس بعد كده تيجي تبعت لنا على السوشيال ميديا يقولوا لنا ما تقولوا اسم الدواء، قلنا اسم الدواء وقلنا بيتباع فين. مكمل غذائي، ومكمل غذائي مهم جدا. واعتقد المكملات الغذائيه دي لا غنى عنها، يعني مش امر رفاهيه، اعتقد ده اساسي. لا 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 غنى عنها، لان الاكل الصحي لا يمكن هيبقى كفايه. انت محتاجه يوميا فيتامين سي، هتاكلي ايه 10 كيلو سلطه على 5 كيلو برتقال؟ محتاجه كل يوم فيتامين سي. صحيح. انت محتاجه كل يوم فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا للستات، لشعرها ولبشرتها ولتجديد الدوره الدمويه والحفاظ على نسبه الكوليسترول في الدم والوقايه من الاكسده والالتهابات. كلنا محتاجين يوميا فيتامين بي كومبلكس. فيتامين بي كومبلكس الحلو اللي فيه انه كمان ملوش سميه، لانه قابل للذوبان في الماء، فالاكسيد بينزل عن طريق البول فما نخافش منه. لكن فيتامين بي كومبلكس مهم لصحه اعصابنا. يمكن بتلاقي كمان الشعر بيتاثر، لان فيتامين بي كومبلكس مش موجود بالقدر الكافي، فلازم ندعم فيتامين بي كومبلكس بقلب مالتي فيت. مهم لكل الستات طبعا. انت عارفه الكالسيوم. صحيح. الكالسيوم انت عارفه مع التقدم في السن وتغيير الهرمونز، او الست الحامل بتفقد كالسيوم من عظمها فبيحصل هشاشه عظم. طبعا قلب مالتي فيت مليان كالسيوم، فهتقدري تحافظي على عظمك كمان، وهتقدري تحافظي على 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 الكولاجين. يمكن الكولاجين كمان مهم، لان الكولاجين مهم جدا للشعر وللبشره. بروتين الكولاجين بعد سن ال 25 سنه بينقص، بس هل نقدر نجدده؟ يعني دي حاجه حلوه ان احنا نقدر نجدده بفيتامين سي اللي داخل قلب مالتي فيت. مهم جدا الكولاجين لصحه بشرتي. يمكن كمان عايزه اعمل فوكس على الوش.